دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب أشتر كتكوت متابعين قناة المشوار مع رحمة، هاخدكم معايا جولة في السيدة زينب بعد التجديد والافتتاح، هنشوف شكلها بقى عامل ازاي. طبعا اللي عارف السيدة زينب وعارف المزارات بتاعت السيدة زينب قبليها كانت عاملة ازاي ودلوقتي بقت عاملة ازاي. طبعا بعد التجديد شكلها اختلف تماما، بقت زيها زي يعني جزء من مكة كده. ربنا ينولها لنا وينولها لكم بإذن الله ويرزقنا زيارة بيته وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام. دي اللي هي اللومات دي بتبقى بالليل تحفة. طبعا المنظر بالليل دول كده لما بينوروا بيبقى شكل تاني خالص. بصوا ممنوع دخول المأكولات، في أمن في أمان، الناس اللي كانت بتقعد بره ما بقتش موجودة، في أمن بالنسبة للسيدات. يعني اللي داخل يقول لك خلي بالك من الشنطة بتاعتك، ممنوع ان انت تخشي بالشوز بتاعك، هم عاملين مكان ليه بره، ممنوع تخش بمأكولات. بصوا الكلام ده كله كل ده كده من بره، هي التجديدات بتاعتها من بره ومن جوه، يعني مش من جوه المسجد بس، لا من بره ومن جوه. هجيب لكم ضريح السيدة زينب من جوه ومن بره عامل ازاي. بصوا كل ده كده انا طبعا هصور لكم من ناحية السيدات. ده اللي هو ايه بيقولوا سيدي العتريس، يعني هو حتى كاتبين عليه سيدي العتريس شقيق سيدي ابراهيم الدسوقي على ما اتذكر. ايوه اهو انا حتى هسيبها لكم، سيدي محمد العتريس شقيق سيدي ابراهيم الدسوقي. اللي يعرف حاجه يعني او قصتهم او بتاع ممكن برضو يفيدنا ويبقى صدقه جاريه ليه، كلنا نعرف بسبب ان شاء الله. ده كده كل ده من بره. بصوا هي التجديدات شامله من بره ومن جوه، هسيب لكم الصوت شويه. مسجد السيدة زينب يا جماعة بعد التجديد. الناس اللي داخلة خلي بالكم من شنطكم. حظي كان حلو طبعا ان انا كنت راحه الحمد لله ساعه صلاه الظهر، فالحمد لله ربنا نوني ان انا صليت جماعه ودخلت لحد جوه. يعني الدنيا كانت على طول بتبقى زحمه، كنتش بعرف ادخل عند المقام مقام السيده زينب جوه، لا دخلت الحمد لله وربنا كرمني وقدرت برضو ان انا اصور لكم عشان تشوفوا الجمال والعظمه دي. يعني بجد ما شاء الله، وهناك روحانيات حاجه تانية. بقولك كاني انا عشان ما روحتش فبقول هو ده كاني، بس طبعا مكه ليها رهبه تانية خالص. يا رب يكتبها يا رب وينولها لنا. جمال السيدة زينب الواحد بينزل السيدة زينب بيفرح اصلا. طبعا اللي رايح مزارات زي ما بقول هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده، السيدة زينب السيدة نفيسة الحسن والحسين، فكل المزارات دي يعني ليها حتة تانية كده الصراحة. هسيب لكم برضو الصوت شوية كده عشان تعيشوا الاجواء معي. وكان حظي حلو برضو الحمد لله ان كان يا رب يصبر اهل المتوفي، كان فيه هناك صلاة جنازة والحمد لله برضو ربنا قدرني وقفت صليت اللي هي صلاة الجنازة. ربنا يصبرهم يا رب، ويعني يا رب يحسن ختمتنا ان ناس كده محدش يعرفها ونقف نصلي على حد ما نعرفوش. يعني ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم امين. فدي برضو حاجة كانت بسطاني جدا ان انا الحمد لله ربنا قدرني. ده سيدي العتريس من بره برضو زي ما بقول يعني نظموا الدنيا جامد جدا وجددوها، والتجديد على ما اظن هو يعني باين في الصورة وباين في التصوير. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعيشكم الاجواء معايا كأنكم متواجدين معايا بالظبط. طبعا التصوير عشان في ناس كمان سيدات هناك، فما كنتش ينفع يعني ان انا اصور وشوش على قد ما اقدر، فتلاقيني ان انا كنت على طول بطلع كده اجيب لكم تجديدات السيده من فوق عامله ازاي. اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، حي الصلاه حي الفلاح. الله أكبر الله
حبيت افيدكم بجولة في السيدة زينب، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.